عجبني الديبا، سي ان ديبا انتريسون ديال انه نعرفوا شناهي نوعاو بشناهي ليماج، وكان انتريسون انه نعرف يعني من بزاف ديال الناس، بزاف تاع التجارب، بزاف تاع بروفيشنال باك جراوندز، يعني خلفيه العمليه، كيفاش تيشوفوا زعما هاد الصوره النمطيه، وانه نحاولوا ولا نبداو اوموا نناقشوا شناهي الحلول اللي ممكنه. خاصهم يكونوا بزاف ديال لي ديبا بحال هكا، جو بونس با انه في هاد الديبا يعني غادي نسولفيو بزاف ديال يعني لي بروبليم، مي هاد لي ديبا بحال هكا هما اللي غادي يخليو انه غادي ممكن واحد النهار يتحل هاد البروبليم، وانه نلقاو بعض الحلول العمليه كيفاش نحسنوا من الصوره النمطيه ديال المغاربه برا. بعد النظره ديال المانيا على المغاربه يعني التغييرات كانت قبل احداث كولوني ومن بعد، يعني بحال الحرب العالميه، يعني قبل كانت نظره رائعه الان تبدلات. تنظن من بعد هاد الاحداث ديال كولون بقات واحد التغطيه سلبيه، وبقاو تيبحثوا على يعني الاشياء السلبيه، يعني غادي نقول لك اليوم نظره سلبيه. تنحاولوا حنايا زعما كجاليه مقيمه في المانيا انه نبدلوا هذه النظره من جيتي انا ولا من جيت بزاف ديال الناس اللي تنعرفهم، يا اما عندهم شركات او لا دي ميدسان. تنحاولوا نبينوا انه كاينين مغاربه خدامين على دي تكنولوجيا باغ اكزومبل بوسي بزاف، وانه يعني ناجحين في المانيا. يعني انا في اي كونفرنس تنكون تنقول فوالا انا مغربي، و جو بونس بزاف ديال المغاربه يعني تنشجعهم انهم يفتخروا بانهم مغاربه، سورتو ملي تيكونوا في منصه اللي قدامك بزاف ديال بنادم من العالم كامل، انه تفتخر تقول اوموا انا جيت من المغرب ولا قريت في المغرب. هذه تتحسن من السمعه، مي حاليا باقي السمعه صراحه ديال المغرب في المانيا ماشي تاليه.